آلام صدرية تعتبر من أهم الأعراض ومن أهم أسباب الاستشارات الطبية اللي كنصادفوها نحن كأطباء القلب، واللي عندها أسباب مختلفة متنوعة ومتفاوتة من حيث الخطورة، انطلاقا من الذبحة الصدرية اللي كتعتبر حالة طارئة واستعجالية، مرورا إلى الحالة النفسية اللي عندها علاقة بالتوتر والضغوطات النفسية. إذا الحالات الاستعجالية المتعلقة بالقلب هي أكيد هي أول الحالات اللي كنفكروا فيها من أجل التشخيص المبكر، من أجل إنقاذ حياة المريض. وهنا غنحاول في نفس الوقت نتكلم كذلك عن الأعراض، لأن الحدة ديال الألم، الطبيعة ديالو والتموضع ديالو كيختلف باختلاف الأسباب، لأن كل مرض عنده نوع الألم الخاص به. نتكلم أول شيء عن الذبحة الصدرية. إذا الذبحة الصدرية هو عبارة عن اختناق الشرايين الموجودة على جدار عضلة القلب، يعني اللي هي مكلفة بتزويد عضلة القلب بالأكسجين. فعندما يتم الاختناق ديالها لسبب ما مثل ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، الكوليسترول، التدخين، كيكون واحد جزء من عضلة القلب اللي يقدر يكون صغير ولا كبير لا يتم تزويده بالأكسجين، فهنا تكون واحد الآلام اللي هي جد حادة، يعني على شكل إعصار أو ثقل في القفص الصدري، يقدر يمتد إلى الجانب الأيسر، نعم، إلى الفك السفلي، ومصحوب بالتعرق والغثيان. وكنبغي نأكد على أن الناس اللي عندهم داء السكري والناس المسنين يقدر هذا الألم تأخذ يعني أشكال مختلفة، يعني فور أنهم يحسوا بألم صدري خصهم يستشروا الطبيب المعالج. وكيف ما قلت لكم حالة استعجالية، يعني خصنا تدخلوا في 6 ساعات الموالية باش نفكوا داك الاختناق عن طريق القسطرة، وبعض الحالات عن طريق تدخل الجراحي. ثم من بين الأسباب المتعلقة بالقلب هناك كذلك التهابات على مستوى غشاء القلب اللي تقدر تعطينا آلام متعلقة بالوضعية، يعني المريض ملي كينعس على الظهر ديالو كيحس بأن الألم ازداد عليه ولا كينقص عند الانحناء إلى الأمام. هناك كذلك تمزق على مستوى الشرايين الرئيسي للقلب، يعني الشرايين اللي كيعمل على تدفق الدم من القلب الى الجسم، دونك يكون انفصال في الطبقات ديالو، كينحصر الدم للداخل ديالها، فكتعطينا الام جد حاده على شكل تمزق اتيبدو ديشيغور، يقدر يمتد الى الظهر ويعني بين الكتفين. هادو كتعتبر من اهم الاسباب المتعلقه بالقلب. من جل الاسباب المتعلقه بالرئه هناك تجنط الدم على مستوى الشريان الرئوي، سكون نابيل لومبولي بولمونير. دونك هاد الالام يعني كتكون الطبيعه ديالها مختلفه، كتختلف على الذبحه الصدريه، ولكن خاصه كتكون مصحوبه بضيق التنفس الحاد، لان كيتم اختناق الشرايين اللي مكلفه بتدفق الدم الى الرئه. ومن بين الاسباب الاخرى المتعلقه بالرئه كاين هناك التهاب على مستوى الغشاء الخارجي المحيط بالرئه، وكذلك تجمع ديال الهواء اللي غير طبيعي على مستوى هذا الغشاء اللي يقدر يصابوا به الناس اللي في سن صغير. هناك يعني مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي مثلا اللي تقدر هاد الالام ديالها تمتد الى القفص الصدري، مثل مثلا قرحه المعده، التهاب البنكرياس، التعفنات على مستوى الكبد، وكذلك تشنج المريء. المريء هو واحد يعني الانبوب واصل بين البلعوم وبين المعده، فعندما يصاب بتشنجات كتبان على شيء على هيئه الام صدريه حاده اللي تقدر تكون من بضع دقائق الى عده ساعات. مؤخراً ولينا كنصادفوا آلام صدرية اللي متعلقة بمشاكل نفسية واللي كتخص خاصة الناس الشباب واللي صغار في السن. هاد المشاكل يعني تتكون عندها آلام نية طبيعية ديالها مختلفة، كيف ما قلنا، وكنلقاو أن هاد الشخص هذا ما عندوش الحمد لله مشاكل، ما عندوش ارتفاع الضغط الدموي، ما عندوش عوامل خطورة على القلب والشرايين، كتكون الفحوصات ديالو الحمد لله طبيعية، ما كتكونش مشاكل عضوية. وأخص بالذكر كذلك نوبات الهلع. نوبات الهلع يعني المريض كيحس واحد الألام صدرية، كيحس بتسارع دقات القلب، بالتعرق، بضيق التنفس، وخاصة هاد المشاكل كتجي في خلال الليل.
هذا المشكل كما قلت كياخذ حيز كبير، يعني ما خصناش نستهنوا به، خاصه نعطيو اهميه كبيره، لان هي الام صدريه حقيقيه كيحس بها المريض واللي تقدر تزيد من الضغط والتوتر اللي عليه. فهاد الناس انا كنصحهم بالقيام بالتمارين الرياضيه المستمره، بممارسه اساليب الاسترخاء والتنفس العميق، بتجنب السهر، وكذلك بالتغذيه المتوازنه. وفي حاله ان اذا هاد الالام الصدريه استمرت، كنصحهم باستشاره الطبيب النفسي من اجل يعني اخذ حصص التقويم النفسي او العلاج بالادويه.